للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. دكتور غازي مرحبا بك. 328 مليار دولار أهدرتها النخبة السياسية في العراق خلال 15 سنة، لماذا إذن يقدمون أنفسهم من جديد لتصدر المشهد السياسي؟ هذا هو السؤال الكبير المطروح اليوم على صعيد الرأي العام، اللي يقدم هذا الرأي العام استياء كبير من هذه القيادات السياسية لهذه الأحزاب الدعوية التي ليس لها فكر سياسي ولا استراتيجية اقتصادية، والتي قادت البلاد إلى دمار اقتصادي ودمار سياسي وتفكيك اجتماعي. في الواقع هذه الطبقة السياسية اللي وفقا للتصريحات لعدد من القيادات بأنها الطبقة الأفسد على الصعيد المال والسياسة، واليوم العراق مثل ما نعرف والبلد واحد من بين 10 دول الأفسد في العالم والأكثر جريمة في العالم والبلد رقم واحد على صعيد الجريمة المنظمة. كل هذا يحصل في ظل قيادة نفس هذه الأحزاب اللي تحكمت أو احتكرت السلطة من 2003 لليوم، لكن مع الأسف يبدو أن الخجل غير موجود على صعيد هذه الطبقة السياسية، وتتصرف وكأنها لم ترتكب جرائم حقيقية اقتصادية وسياسية واجتماعية. الحروب اللي اندلعت في العراق، هذه الحروب الدموية من 2003 اليوم، بفعل عامل الإرهاب، بفعل عامل التمييز الطائفي المذهبي العرقي، احتكار السلطة إلى آخره من التفاصيل المعروفة، أدت إلى انتشار العصابات أيضا وانتشار الحروب، وأدت إلى وجود أكثر من 5 ملايين يتيم ونصف وأرامل، وفوضى حقيقية. أكثر من 1 مليون إنسان اليوم تعرضت حياتهم للموت للقتل، وأيضا تعرضت حياتهم للعوق. أكثر من تقريبا 8.7 ملايين إنسان عراقي وفق تقديرات الأمم المتحدة يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. أكثر من 39 وباء اليوم في العراق تنتشر. المستوى الصحي انحدر، المستوى التعليمي، التربية. 3.3 مليون إنسان يعيشون في المدن العشوائية في آخر الأحصاء، خطير وكارثي عن العراق. مع ذلك هذه الطبقة السياسية نفسها تحاول تعيد تقديم نفسها، تعيد إنتاج نفسها، تعيد احتكار السلطة في مجلس النواب وعلى صعيد الحكومة وعلى صعيد القضاء. هذا شيء غير معقول على الإطلاق. يعني في كل بلدان العالم عندما يفشل حزب سياسي معين يعتذر من المجتمع ويعترف بهزيمته ويتلاشى عن الحياة السياسية ويترك الفرصة لقوى جديدة تحاول تعيد بناء البلد. طيب، اليوم البلد يحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار، الاقتصاد مدمر، هذه الطبقة نفسها اللي قادت العراق إلى هذا الفشل. بعد هذا الإهدار بمليارات الدولارات ستستمر في هذه الكارثة. نعم، بعد هذا الإهدار بمليارات الدولارات، 328 مليار دولار تم إهدارها في 15 سنة، ولكن الآن الحديث من جديد يعود الحديث عن الفساد ومحاربة الفساد خلال هذه الفترة. إلى أي مدى يمكن ربط هذا الحديث مع اقتراب موعد الانتخابات؟ طبعا هناك مع الأسف هذه الطبقة الفاسدة، هذه القيادات الفاسدة معروفة، وعلامات الاستفهام اليوم مؤشرة وموجودة على أسماء محددة معروفة أيضا. لكن مع الأسف السلطة التنفيذية، حكومة السيد العبادي اللي أعلنت عن وجود استراتيجية لمواجهة الفساد، لم تضع النقاط على الحروف، لم تلقي القبض أو لم تحيل الفاسدين الكبار إلى القضاء العادل. بقى هذا الفاسد أو مجموعة أو طبقة الفاسدين الكبار في السلطة، والآن يعيدون ترشيح نفسهم للانتخابات. نتذكر تصريح عادل عبد المهدي سيدي الكريم قبل عدة أسابيع يتحدث عن 850 مليار دولار أنفقت بطريقة عبثية بدون أي وجود أي أثر للبنية التحتية، الصناعة، الزراعة إلى آخره. اليوم نستورد 92% من غذائنا، 13320 مصنع توقفت عن العمل من 2003 لليوم،
كل شيء مدمر اليوم في العراق بسبب هذه الطبقة الفاسدة. السيد عادل نوري رئيس هيئة النزاهة بالبرلمان تحدث عن انفاق 600 مليار دولار بدون وجود أي إيصالات رسمية أو غير رسمية. هناك هدر، هناك انفاق، هناك نهب لهذا المال العام من قبل قيادات معروفة، لكن من أجل أن يتحول هذا، يعني هذه القيادات أو هذه التهم اللي هي اليوم، أن يتحول المتهمون إلى القضاء العادل من أجل اقتصاص العدالة من هذه الطبقة الفاسدة. أما أن تبقى هذه الطبقة حرة ولديها ميليشيات عسكرية وتستخدم العنف والإرهاب فيما بينها، وهناك صفقات أيضا، هناك إيران التي تدعم هذا الفساد. لا ننسى يا سيدي الكريم أن من يدعم الفساد المالي والإداري والسياسي في العراق، من يدعم طبقة الفساد السياسي والمالي للأحزاب السياسية التي تحكم العراق من 2003 اليوم، هي إيران، إيران الجمهورية الإسلامية اللي هي أيضا من بلدان الفساد اللي يؤشر عليها بصورة خطيرة بالعالم، وهي البلد اللي يستثمر مسألة الجريمة المنظمة، مسألة تبييض الأموال في العراق، مسألة نهب البترول 17 مليار دولار بالسنة تنهب إيران نفط من العراق، وهكذا إيران هي من دمرت العراق، وهي من أوصلت هذه الطبقة السياسية الفاسدة إلى السلطة. من عمان مستشار المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، شكرا جزيلا لك.